مساء الخير من جديد مشاهدينا وآخر فقراتنا لهذه الحلقة وهو البورتري مثل ما وعدتكم قبل الفاصل. رسم البورتري هو نوع من الرسم يكون القصد منه تمثيل لموضوع شخصي بشري معين نفسي اجتماعي قد يكون ياسين بعد. هو البورتري اللي نعرفه كلنا ان الشخص بزوم يعني انه بين وجهه هاي يعني انك تشوف البورتري مال شخص حتى لو فتحنا تلفوناتنا تشوفي وضعيه البورتري اللي تكون زوم ان على الوجه اكثر. واصلا يعد فن رسم البورتري احد اروع الفنون اللي ينتج عليها اشكال رائعه في العديد من المجالات واكثرها انتشارا. وعشان نتكلم اكثر عن فن البورتري رحب بضيفنا او ضيفتنا في الاستوديو رشا محمود ميعاد فنانه تشكيلية. مرحبا وسهلا فيك. مساء الخير. مرحبا بك. أهلا. مساء الفن. الله يكرمك. مساء البورتري. خلينا نقول البورتري شو هو؟ ليش رشا اختارت البورتري؟ هو قبل أي حاجة أنا بحب بشكر ربنا إن هو أوهبني النعمة دي، نعمة الرسم وحب الرسم قبل أي موهبة. جميل. رسم البورتري ده بيعبر عن، بحب أرسمه لأن هو بيعبر عن ملامح الإنسان اللي قدامي أو الصورة اللي قدامي من سعادة، من فرح، من حزن، من أبعاد نفسية، انفعالات، كل شيء. صح صح. بحب أرسم ملامح الوجه والعيون بالذات والنظرات. بحب يعني اطلع احساس الحساسية اولا باللوحه او الوش يعبر عليه الانسان اللي قدامي، وكمان بكون حاسه بيه هو نفسه، هو في موقف ايه، فده بينعكس عليا وبقدر بحاول ان انا اطلعه. تحسي ان قاعدين نشوف لوحات عندنا موجوده هنا معروضه لنا خديجه، ما تحسين ان كل اللوحات يعني فيها يعني فيها حاله تبين ان في شخص واحد رسم كل اللوحات؟ شو هي يعني انت وصفها كيف وصلك يعني هالشعور؟ افهم يعني ان انا لما اشوف اللوحات كلها هذيل مع بعض الاشخاص هذيل بعرف او بحس ان انا بقول لك شو الشغله. شو هي؟ العيون. العيون والنظره والرياكشن مال الوجه، في شيء في العيون. الاكسبريشن. رسمتها بعد فتره انقطاع سنه ونص عن الرسم. ايوه هذه اللي معروضه عندنا على الشاشه. هذه تمام. دي بعد فتره انقطاع سنه ونص تقريبا، لان كنت مشغوله الفتره دي جدا، وكان انا دايما فترات الرسم اون اوف في حياتي يعني، وبقيت يعني شويه بدات ارسم كتير بعد الفتره الاخيره. تمام. رجعتي شويه النت كبروا شويه، يعني بدات يبقى عندي وقت اكتر. قبل كده سنين الدراسه طبعا ما كنت بالا. رشا انت قلت لي تحت الهوى ان ترسمين اشخاص يمكن معروفين بشكل عام او شفتيهم بشكل عام. ترسمين اشخاص جراب منك، من هلك، ريلك، عيالك، حد قريب ولا لا؟ لان في يمكن بعض الفنانين تقول لك ما احب ارسم حد اعرفه، احب انا ان انطلق بخيالي في اوجه لنفسيات لا اعرفها. هو الفنان لازم يكون في البدايه، كنت بحب ارسم حاجات ليا انا خاصه بيا عشان يعني لسه بمارس الرسم، لكن بعد كده انا بدات ان انا ارسم، خلاص بدات ارسم قرايبي، رسمت بنت اختي، رسمت زوجي. بمناسبه دي هو عيد ميلاده اليوم. كلامه هو بخير. كلامه هو طيب. شو رسمتي له بمناسبه عيد ميلاده؟ رسمت بورتري لي. بس بورتري لي هو ما شاء الله. تمام. ما يبتيها لو كتبتيها كنا عرضناها الحين. كل عام هو بخير. داعم لك هذا الشخص؟ اكيد داعم. داعم لي في كل حاجه. هي اللي قالت على هو كل عام وهو بخير، فهو اكيد داعم. كل سنه وهو طيب وربنا يبارك فيه ويخليكم لبعض يا رب. سؤال ثاني. انا احس هو طبيب زوجي برضو. الله يحفظها يا رب ويخليكم لبعض ان شاء الله. نرجع اسالك عن موضوع اللوحات. اللوحات فيها تفاصيل كثيره، فيها ديتيلز، يعني انا لما اركز في اللوحه اشوف في وايد رياليتي، في وايد يعني واقعيه في الصوره، صدق بعد والتفاصيل فيها. مثلا يعني التيشيرت، حتى نشوف الكمشات اللي موجوده في التيشيرت خديجه لو تشوفيها هناك، الخلفيه، الاضاءه، كل هالامور، يعني في تفاصيل مشتغلين عليها وايد في اللوحه. كم ياخذ او كم تاخذ وقت اللوحه عندك؟ هو انا برسم، انا ما بحسبش، بس غالبا يعني ممكن اللوحه تاخذ مني اسبوعين، ساعتين يوميا، يعني 20 ساعه تقريبا. ما شاء الله وقت طويل. ساعتين يوميا. طبعا تفاصيل واللوحه الزيت ده بالذات بياخذ وقت. هو انا حبيت الرسم بالوان الزيت. شو نوع الرسم هذا يعني الزيت؟ ده الوان زيت. انا بحب الوان الزيت لان بقدر بحس ان انا دمجها نفسه، انا بحس بيه. جربتي يعني الوان ثانيه غير الزيتي؟ انا بحب، انا رسمت بدايتي كانت الرصاص، بس انا ما حبيت الفحم، انا ما بحب احساس الفحم، ما بحب احساس الباستيل، الاحساس نفسه بالدمج نفسه انا ما بحبه. بس الزيت يشبهها لان في دمج بايدك وفي دمج، وتلاقي تخلص اللوحه تلاقي الوان على وشك. ما حاجه على وجهك وعلى ايدك. رشا قلتي زوجي طبيب. وانت دكتوره اعتقد. ما شاء الله. دكتوره شو؟ عيون.
ما شاء الله عشان كذا كشفنا المهنه. جميل. زين دكتورة بعيدة يعني كل البعد عن الفن، قد تكون موهبة ولكن مش لدرجة أن تكوني في مساء الإمارات وعبر برنامج يعني مباشر على الهواء وتعرض البورتريات اللي أنت مسويتها، فهذه النقلة النوعية من حياتك المهنية ليش وكيف ومتى وهل ستستمر؟ هيستمر طول العمر. شو تفضلي رسم ولا الطب؟ السؤال المباشر يعني باختصار سؤال خديجة. الاثنين مستحيل. الطب ده اكيد بيثقل الشخصية وبيثقل الانسان. لا طبعا عمري ما اسيبه، طبعا انا دخلته ليه يعني من الاول، وانا بحب المذاكرة عموما وبحب العلم عموما، بس مشكلتي كلها ما في وقت ان انا اعمل كل ده. بالفعل رشا نهاية في دقيقة واحدة عايزة اذكر حاجة. يعني والدي هو اللي هو بداية ان هو يخليني ارسم اصلا، هو الله يحفظه ان شاء الله، هو اللي كان بيمسك ايدي وانا صغيرة ويعلمني الرسم، هو ضابط برضو ما شاء الله عليه. في حد غيرك في الاسرة يرسم؟ هي والدتي كانت بترسم وهي صغيره بس ما كملت. تمام. لا بس الموهبه موجوده في الجينات، موجوده في العيله. ايه. اخذتها منها. رشا نهايه ابي منك نصيحه لاي حد مثلا حاب يتعلم رسم البورتريه، شو نصيحتك؟ انا شايفه ان اي حد يقدر يرسم. لا صدقيني اي حد يقدر يرسم. ما شفتي خديجه وهي تحاول ترسم؟ انت لو قلت لا ما هترسم، بس قول وامسك الفرشه وادي لنفسك فرصه واستمر. صح. وشوف كتير. صح. كل صح. حاجة بالممارسة بتيجي، أنا شايفة كده، وبتعبر عن إحساسك، مش لازم ترسم حاجة بيرفكت، ممكن ممكن دمج ألوان. لا. ممكن حاجات كتير. أكيد. شكرا لك رشا ولوجودك معنا. كتير شكرا. يعطيك العافية. أكيد نشكر تواجد معنا في الاستوديو رشا محمود معاد، أكيد فنانة تشكيلية، وإحنا أكيد ما زلنا مستمرين خديجة، ونروح الحين لختامها مسك عبد العزيز. أكيد مثل ما قلت لكم قبل شوي في تقرير فني مختلف، هذه المرة من تغطية حفل جوائز الجاي أوردز التي جمعت نجوم العالم من فنانين مطربين وممثلين، وكالعادة قناة الظفرة كان لها التواجد المميز مع عبد العزيز اللي كان هناك.